في المقطع التالي الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجل مسن من أهالي محافظة النجف يقوم بجمع العلب المعدنية الفارغة من النفايات والشوارع ليقوم ببيعها وسد رمق عيشه، ولا يملك مبلغ إيجار المنزل ولا مبلغ علاج لزوجته. دعونا نتابع. لقيت هاي الشيبة بالشارع، يعني لمقواط، وهذا حاله. طبعا أنا حاجيته بالأمر. حاجي ليش تبكي حاجي؟ شوف الله أكبر، احنا مقبلين طبعا على شهر رمضان، اخوان العدة لا يقصر، والما عدة حتى لو يسوي مشاركة للبث، وحتى هذا ابن خطية الله يخلي ذاك ويا، شوفه يا ابو ستوت اللابس اصفر، راح طبعا هو قاعد يلم قواطي، هذا شوف هذا حاله، هاك باويع بالزبالة، العالم تلم قواطي. حجي شنو حالتك انت؟ رجال وبلغني امس والله قال لي ها حجي شو ماكو شيء، قلت له الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم الله يعني حجي الدوله هسه ما شدوا لك راتب رعايه ما عندك؟ والله مقدم عدد امرار، وما كل ما اروح باكر عقبه لما الوجبه تجي لما يجي اسمك وكل شيء. ما انت ما عندك بيت عرصه مثلا ساكن بيها؟ شو وين ساكن هسه؟ انا ساكن بجراويه بشارع خفاجه يم المشروع مال المال. زين هسه انت حجي هسه قاعد تلم قواطي، شفتان بيدك هاي قونيه وتلم قواطي، انت شلون ذني تعيش؟ قد عندك جهال؟ والله عندي انا يعني جهال اربعة يكون بالبيت وزوجتي وهذا ابني ويا. وقلت لي من ساعة قلت لي الحجية مريضة ما عندي. والله مريضة والله، يوم ياخذها للطبيب والله فلوس العلاج ما عندي، لا واحد هذا السماء وهذا شهر رمضان وصايمة كل سنة تصوم شهر رمضان، ما العافية والسلامة.